بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عايشة البلوشي، مشارك أبحاث رئيسي ومشرف برنامج مبادئ كيمياء وفيزياء الإشعاع في الدورة الصيفية ل44 لطلبة المرحلة الثانوية والجامعية. راح يتعرف الطلبة في البرنامج هذا على الإشعاع، مصادره وأنواعه، فوائده وأضراره وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى الطاقة النووية واستخداماتها السلمية. إن شاء الله راح يتضمن البرنامج تجارب ورش عمل ورحلات.